الو، موجود يا فندم. معالي رئيس الدول الملكي يا سعاده الباشا. الو، ايوه عزم هو اللي بيكلم معاليك. الساعه 7 قوات الجيش تقدر تنزل. لا مفيش خوف منها ابدا يا فندم. من ناحيه دي اطمن معاليك. مع السلامه يا فندم. انا بعتبر ان الاغبياء اللي عملوا مظاهرات وزقوا الحكومه على السرايا هم المسؤولين عن حريق البلد. اللي حرق البلد النهارده مش اللي استعمل النار، لكن اللي خلى استعمال النار هي الحل الوحيد قدامنا. انا بعتقد يا فندم ان البلد ما اتحرقتش، البلد انقذت. محدش عارف كانوا هيعملوا فيها ايه. انا مش فاهم يا فندم الناس دي عايزه ايه بالظبط. في اي دولة، في اي مجتمع، فيه سرايات وفيه بيوت، فيه ناس فوق وناس تحت. الغبي بس هو اللي يقف ضد التكوين الطبيعي للمجتمع. دري يا ابراهيم، انا مش منبه العربيات دي ما تخرجش النهاردة. أنا عمرت استاذ فريد بكده يا فندم. دي لساعتك يا فندم. بقية الظباط هيروحوا بعربياتهم الخاصة. أنت تلميذ غايب يا فريد. بقالك 10 سنين بتشتغل معايا ولسه ما اتعلمتش. أحسن عقاب ليك إنك توصلني بعربيتك وتسوقها بنفسك. ده شرف كبير يا فندم. وأنتوا يا أولاد مع السلامة. كل واحد ياخد باله من نفسه ويستعد للترقية. طبعًا بعد ما تقبضوا على الأولاد بتوع الجامعة. إن شاء الله يا فندم هيتم القبض عليهم بأسرع ما يمكن. تمام يا فريد. انت ابراهيم. حاضر يا فندم. ايه ده يا فريد؟ دي المناسبة اللي في البيت يا سعادة الباشا. اسفة قوي يا مدينة. اتأخرت. ما عندكيش فكرة الأوباش عاملين ايه في البلد؟ كانوا هيدغدغوا العربية لما بقيت. متزعقيش يا صبابة. الله يجعل كلامنا خفيف عليك يا عزمي باشا يا ابو دم تقيل. ازيكم يا اولاد؟ اهلا اهلا. بالذمه في حد فيكم اتجوز بالطريقه الرومانتيكيه دي؟ مش بعيد انه عزمي باشا يكون حرق كابلات الكهرباء مخصوص. طيار ولا شاعر؟ فرق كبير بين الطيار والشاعر. الطيار بيعيش طول عمره فوق السحاب، لما بيتكلم عنه بيتكلم عن شيء شافه فعلا. تتصوروا لو كل يوم تقوم حريقة في البلد وكل الناس تعمل أفراحها وسهراتها وسط الشمع، أحلف لكم حكون أول واحدة تتجوز ولو ليلة واحدة. فاكرة أول يوم في سكة المطار؟ عز الضوء، عز الصيف، كنت جاي انت من لندن وانت كنت بتوصلي شريفة هاني. اي خدمة يا مدام؟ انيسة من فضلك. اسف يا انيسة، العجلة فرقعت. انزل اركب لي ستيب. ما عنديش ستيب، تسمح توصل لي لاقرب تاكسي؟ انت ما بتعرفش تسوق ولا عربيتك هالك احيانا؟ اذا كان سيادتك مش عاجباك العربية اتفضلي انزل. انزل هنا في الصحراء؟ يبقى بلاش انزاحه وتفضلي اقعدي جنبي.
انبسطت يا سيدي؟ اهو دلوقتي كلاب الحراسه اللي واقفين قدام الباب هيكتبوا نمره عربيتك ويعملوا لك فيش وتشبيه. وليه ده كله؟ ده احنا حتى ما تعرفناش. ونتعرف ليه؟ على كل حال انا متشكره قوي على ست روين الكحيانه. فين لحد دلوقتي؟ كنت في المطار والعجلة بتاعت العربية ضربت في السكة. بتعمل ايه في المطار؟ كنت بوصل شريفة. انا مش سابها وقلتلك مش عايزك تعرفي الست دي ابدا؟ اصلها كانت مسافرة باريس يا بابا. رايحة جهنم. انا قلتلك مش عايزك تتصلي بيها. ما انا يا بابا يظهر مفيش فايدة معاكي. هاتي مفتاح العربية. امال انا هخرج ازاي؟ مش هتخرجي بعد كده الا باذني. هاتي المفاتيح. نايمة في اوضتها مش كده؟ أنا مش عايزك بعد كده تداري عليها. كده برضه؟ أنا مش فاهمة أنتوا عايزين مني إيه؟ عايزين تموتوني؟ عايزين تخنقوني؟ تسمحي تقولي خد مني مفاتيح العربية ليه؟ يا دوحة ده باباك ومالوش غيرك. ما هو عشان كده عاملني شغلانته. يعني هو بيعمل كده غير لمصلحتك؟ ودين يا دادا لا تصبحي يوم ما تلاقوني في البيت ده هطفش واسكن لوحدي. انا مش صغيره. لا ده انت صغيره وكتكوته واموره بس شقيه حبتين. شقيه يعني ايه بقى يا دادا؟ يعني عايزه اللي يمسكك من ودانك لغايه ما يجيلك العريس. العريس؟ هو انا هتجوز تاني؟ ده مستحيل. اهو انت بقى مش هتستريحي ولا الباشا هيستريح الا اذا اتجوزتي. يبقى انا بقى مش هريحكم. ايه رايك بقى؟ خدي. لو حكيت لكم هتكدبوني. النور اللي شفته، القمر اللي طلع عليا في سكه المطار في عز الظهر خلاني مش قادر افتح عينيا. اوعى تفتح، اوعى تفتح، عمك شنطح جالك ينطح. قمر وطلع لي الساعه 12 يا امين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سمره فوق يلا فوق. يا اخي مش طول عندكم ضيوف. اقدم لكم ثالث الفنان كابتن طيار سمير حسين. دادا الو مين حضرتك؟ كلم الميكانيك يا مديح. الميكانيكي؟ اسكت يا جدع انت وهو وصمن اسمها. ايوه يا استاذ صبري. صار. مين اللي بيتكلم؟ يا خبر، لحقت نسيت سواق ست روين الكحيانه؟ عرفت اسمي ازاي ونمر التليفون؟ تحبي احكي لك تاريخ حياتك؟ قدامي سجل كامل فيه كل حاجه عنك. ولا وقعت يا ابو صبره. يا دي مؤامره. ايه الهيصه اللي عندك دي؟ انت ساكن في شارع محمد علي؟ دول يا ست اتنين روزلة، واحد فيهم. سيبنا يا اخي نقدم نفسنا. اسمع يا ستي، انا امين دراع سمير اليمين، زميله على خط لندن، ومستعد لتوصيل الطلبات للمنازل من هونج كونج للبدرشين. انا بقى يا ستي يا عصام اللي يحب الحلوين الطعمين المطبطين. ونمرة تليفوني 24-051 ونمرة مكتبي هندسة المطار. اوعي تزعلي، دول كانوا بيهزروا. معلش. باي باي بقى، انا هقفل السكه. مش ممكن، عاوز اقابلك. باي باي دلوقتي يا مجنون. ستين بابا جه. وانا رايح لندن بعد يومين. طب لما ترجع. مساء الخير يا مديحه. مساء الخير يا بابا. الو. اهلا وسهلا معالي الباشا.
ايوه يا فندم. لا اطمن جدا، احنا واخدين كل احتياطاتنا وموزعين العساكر في البلد كلها. انا شخصيا مطمن جدا، وكفايه اقول للمعاليك ان انا مسافر العزبه بعد يومين وهقعد هناك اسبوع بحاله. لا اطمن اطمن يا معالي الباشا. مع السلامه يا فندم. إن الذين تسببوا في مهزلة فلسطين سوف يقفون يوما أمام الشعب ليحاكمه. خليني أقرأ يا أخي. ضمير الأمة. يا جدع هات لما أكمل. احرق احرق. ده هتفضل غبي على طول. شوية عيال فرحانين بشبابهم. يا أخي اقرأ. تعلم. لا 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 أخف عليك. لا والنبي والنبي. خد اقرأ أبو سمرة. ده العمل وعربيتك مخزن. ارمي ارمي. احنا هنحب ولا نقرأ منشورات. استنى يا اخي لما نشوف الاحسن منك قايلين ايه. اطلع اطلع. يا خارجة من باب الحمام وكل شد علي خوخة 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 خوخة. مشيت الحافية وخدت زكام وربطت راسي من الدوخة دوخة دوخة. مشيت دي ليه يا حلوة أبقى أبك والروماتيزم يا باي يدق فيك. أبك 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 يا خارجة من باب الحمام وكل خدام. وحشني قوي يا عصام. ايه رايك في واحد قهوه بن تقيل وسكر مظبوط قوي؟ تعال يلا. الحمد لله. شرب اتنين قهوه يا علي. من عينيا. بن تقيل سكر مكر. شهر بحاله. ازاي كندا ومغامرات كندا؟ وانا كنت فاضي اهرش. جلسات المؤتمر خدت كل وقتي. اطلع من دول. قول لي سمير هنا ولا في رحله؟ ايه مالك سمير؟ تعيش انت. مات؟ يا ريت. سمير اتجوز يا امين. الله يخيبه بقى. ما كانش الموت احسن له؟ وازاي يعملها وانا بره ويضيع عليا منظره في الكوشه؟ اكيد كان يهلك. هو انا شفته ده ولا عزمني حتى؟ مش معقول اللي حصل. قال ايه؟ مش عاوز يعرف مراته بناس عزاب. اكيد الجدع ده جرى له حاجه في عقله. هو جوز مين؟ البنت اياها بتاعت سكه المطار. طلعت بنت عزمي باشا رئيس البوليس السياسي. هي دي اللي كان بيقول عليها انسه؟ انت تعرفها؟ اعرف جوزها الاولان بهدلته، ولما طلعها ابوها خفز بيه الارض. الله يكسفك يا سمير. بقى ده اخر تعليمنا فيه. كمان واحدة. انت عارف بقالنا قد ايه في وحيدة؟ ستي ما تدقيش. شهر بحاله. في لبنان ما خرجناش بره الاوتيل، وهنا ما نزلناش حتى الهول. هاتي شيخة واحدة هاتي. انت ما بتزهقش من الحب؟
هو في حد في الدنيا يزهق من الحب؟ ما هو مش على طول كده، لازم نخرج نشوف الناس، يشوفونا، نزور اصحابنا يزورونا، نتسلى. انا اصحابي كلهم عزاب، لما يتجوزوا نبقى نزورهم. واصحابي انا؟ مالكيش اصحاب، انت قايله لي كده. لا ليه، صاحبه واحده عايزين نزورها مره، نسهر معاها، اللي اسمها شريفه هانم. ايه مش عاجباك انت كمان؟ لا ما اقصدش، بس اولا انت قايله لي انها مش صاحبتك قوي، ثم دول بيلعبوا ورا يرقصوا، يعني شقتها دايما زحمه. سووا فيها ايه؟ ازاي بس نحب بعض في وسط الزحمه؟ احنا هنروح هناك نحب، ما دام مفيش حب هناك يبقى هنروح ليه؟ لا انا هبتدي ازعل منك. انت عارفه يا حبيبتي ان انا بغير عليك؟ الناس مش هتاكلني يا سمير. لا انا شفت ناس كتير بتاكل ستات زي صاحبك عصام، مش كده؟ ده لو دخل دهير يفسده، تليفونه دايما مشغول، بيكلم سهير، نوال، فلانه، علانه. سمير كفايه بقى، من قبل ما نتجوز وانت داوشني بغراميات امين وعصام بتوعك دول، ما دام مش عايز تعرفني بيهم ما تجيبليش سيرتهم تاني. امرك يا حبيبتي. سمير عايز اطلب منك حاجه. تحت امرك يا روحي. نفسي يكون لي بيت لوحدي، كفايه عشت السنين دي كلها وانا مسجونه هنا، عايزه احس ان انا وانت لوحدينا. او انت بقى تستاهلي واحد على الكلام ده. يعني موافق؟ جدا جدا، ومن بكره هدور على شقه، بس لازم الاول تكلم بابا، لان انا لو كلمته مفيش فايده، لكن لو عارف ان دي رغبتك انت مش هيقدر يرفض. خلاص يا حبيبتي هكلمه. ميرسي قوي يا زينب. سمير بابا جه، انزل دلوقتي كلمه في موضوع الشقه. مش ممكن ناجل الحكايه دي لبعد الغدا؟ سمير انا كلمتك في الموضوع ده اكتر من 20 مره، وكل مره تقول لي بعدين بعدين. ناوي تنزل تكلمه دلوقتي ولا لا؟ حاضر يا ستي هنزل اكلمه. يلا. ايه يا اخي انت لازم تقابله رسمي؟ امال يعني هقابله كده وكده ماله؟ لو تبطلين نرفزه. لو تبطل انت تخاف منه. خايف ده ايه بقى؟ والله ما هنزل. ها طب بس لو ما كنتش تحلف. يلا يلا. اهلا كابتن سمير، الحمد لله على السلامه. جيت امتى؟ لسه واصل دلوقتي. ممكن اكلم حضرتك في موضوع مهم؟ اوي اتفضل. ها خير. الحقيقه عاوز استاذن حضرتك عشان ناويين ناجر شقه. تاجروا ايه؟ شقه لي انا ومديح. في حاجه مضايقاك هنا؟ لا ابدا، بس ما دام مفيش حاجه مضايقاك عايز تسيب البيت ليه؟ ثم انت ناسي انك بتقعد 3 ايام هنا وثلاث ايام بره؟ تفتكر تسيبها تقعد في شقه لوحدها 3 ايام؟ يا فندم ما هم كل الطيارين كده. مش كلهم لهم ظروفك. انا مش ممكن اوافق على فكره غلط بالشكل ده. اللي تشوفه سعادتك. سمير انت بقيت واحد من العيله. البيت ده بيتك انت ومراتك. حاول تشغل عقلك يا اخي. انا شاكر قوي يا فندم، بس احب اقول لسعادتك ان ده ما كانش رايي. عارف كان راي مديحه، فهمها يا اخي عقلها. بونسوار يا جماعة. أهلا دوحة. هو الواد جوزك أبو دم تقيل، ما جاش معاكي ليه؟ أصله مش صايع زيك. أنت فين من زمان؟ ما بتسأليش ليه؟ أنا عايزاكي في كلمة يا شريف. تعال. مالك؟ قرفت منه يا شريفة. مش حاسة إني متجوزة راجل. ما هو أنت اللي منقياه يا مديحة. غلط
ما كنتش متصوره انه بالشكل ده ابدا. ضعيف ملوش شخصيه. تصوري لما بيشوف بابا وشه بيصفر وصوته بيروح زي ما يكون شاف بابا. بس فالح طول النهار والليل مش عايز يخرج من اوضه النوم. جاتك ايه يا مديح؟ انت طول عمرك مصيبه. انا بكلم جدي يا شريفه. طب يا اختي ايه اللي زنقك؟ ما تطلقي. مش ممكن. دي تاني جوازه. الناس تقول ايه؟ يقولوا اللي يقولوه، انت حر. وبعد الطلاق ما هي نفس الحكايه. هيروح سمير وهتفضل اوامر بابا وكلامه اللي يسمي البدن في كل خارجه ودخله. روقي امال يا مديح، كل شيء وله حل. قومي العبي معاه. يلا. اهلا اهلا مديحه. باي باي يا دوحة. باي باي، أنا مسافر. باي باي يا سمير، مع السلامة. من فضلك عايزة نمرة المهندس عصام عبد الحميد. متشكرة. الو، كنت فين المده دي كلها يا افندي؟ يا بتاع سهير. بتاع مين؟ بلاش سهير، يا بتاع نوال. حلو، ده انت عارفه العيله كلها. عارفه كل حاجه عنك، وعارفه ان دمك تقيل كمان. الله يكرمك. ممكن بقى دلوقتي اعرف مين اللي بيكلمني؟ واحده عارفه ملاعيبك، وعارفه انك خيبان ومفيكش غير لسان. Thank you.
عصام. أما عندي لك حتة خبر. أنت مين الأول يا ستي؟ بقالك كام يوم مستلماني؟ طب مش نتعرف؟ كفاية أنا عارفاك كويس يا بتاع سهير وقمصان النوم اللي من هونج كونج، واسمك اللي مكتوب بالروج على مراية الحمام. الله يخرب بيتك، ده أنت حافظة شقتي. بقولك إيه، عندي لك حتة عروسة أمورة، يا دوب عمرها 60 سنة وماشية في 70، بذمتك مش لايقة عليك؟ جرايه يا مديحة، انت من الصغيرة على معاكسات التليفونات دي. عشان من الصغيرة اتصرف زي ما انا عايزة، وجوزي بس هو اللي حاسبني. جوزك قايل لك اخرجي زي ما انت عايزة وعكس الناس في التليفونات زي ما انت عايزة؟ قايل لي مش قايل لي، انا حر. ازاي بقى؟ عايزة تخربي على نفسك زي ما عملت قبل كده لما جوزك مش مالي عينيكي، اتجوزتي لي ايه؟ مالكيش دعوة انت. في طيار مصر الاول مكرر من خط لندن الى خط الخرطوم، نؤبن بكل وقار وبمزيد من الحزن الدخان الانجليزي والسكوتش المعتق، خصوصا المعتق في صحة ساعة البنج تان اللي بيج بن يا جاهلة. طيب باسم المطربات والمطربين ادعوكم لترديد اغنية وداع لهدايا ليفربول ولانكشاير. كان بدري عليك، عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري، خط لندن يا انا يا قلبي. كان بدري عليك، عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري، وهتعمل ايه يا امين يا ابني؟ كان بدري عليك، عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري، كان بدري عليك، عليك. الو مين؟ والله مش فاضي، عندي ميتم. عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري. الو ايه رايكم يا جماعه في واحده وقعت شو سته وانا مستاهل عنها؟ كان بدري عليك، عليك بدري، كان بدري عليك، عليك بدري. ايه رايكم يا جماعه؟ واحده عاوزه تشوفني موت وبتقول انها بنت عيله. انت اصلك وقح واخد على بتوع شارع محمد علي، ما تعرفش تكلم بنات العائلات. هو انا كل ما اتعرض لواحده تقول لي انا بنت عيله؟ مفيش واحده فيكم نص ونص. انت مش قادر تنسى اصلا. شوفي بقى يا ستي، انا راجل واقعي مش بتاع تليفونات، بتاع حفلات وبس زي ما انت سامعه. تحبي تشرفينا اهلا وسهلا، ما تحبيش شاركينا من بعيد لبعيد. انا ساكن في الزمالك، شارع الشيخ كريم نمرة 20، الدور الرابع شقة 7. رهيبة أفندم سعادة الباشا، أنا سامع صوت شريف هنا. مديحة عزمتها عشان خاطر يا باشا، بلاش تزعلها في ليلة زي دي. مستر روبسو على التليفون يا سعادة الباشا. ألو مستر روبسو، هاو دو يو دو؟ ماي ريجاردز. نو نو، إيفريثينج إز أول رايت. لسه ما حدش عارف هيعملوا فيها ايه اكتر من كده.
انتوا مساكين غلابه مش عايشين. لو تعرفوا الجواز وحلاوه الجواز وطعمه الجواز كنتوا تقولوا ينعل ابو العزوبيه الف مره ولو. وبعدين يا سيدي يا سلام، انا لو لفيت الدنيا بحالها ما كنتش هلاقي واحده زي مراتي ابدا. يا ريت ليها اخت كنت جوزتها لواحد منكم. سمير احنا اخوات بلاش اذيه. اتلاهي هو انت الطول دي؟ حتى هي ما كانتش ترضى. ليه بقى يا شاطر؟ لان حكيت لها عنكم وعن بلاويكم هو عنك انت بالذات. حكيت لها ايه؟ كل حاجة ابتداء من حركات عماد الدين لغاية ركن السلطنة. وليه يا ابني كده؟ هتخاف تقابلنا؟ بالعكس انا مش راضي اعرفها بيكم. طبعا طبعا ملاك يقابل شياطين زينا مش معقول. اسيبكم بقى احسن معايا الطيارة قرب. اطلعك يا سمير. حاضر لما يجي هقوله. يا خبر ده لسه عارف واحدة صوتها زي الكروان اتصلت بيا بالتليفون مش كده؟ بقالك اسبوع كل يوم تقابلني بالموشح ده. وانا ذنبي ايه يا حسام بيه؟ ما هي لا مؤاخذة اللي بتطلب حضرتك. لما تطلبني بعد كده قول لها ولا مؤاخذة عصام مات مات فاهم؟ مات مات. Check for leak in oil seal. Checked seal found defect and change it. ولا مؤاخذة عصام بيه تسمع؟ ايه في ايه؟ اتصل التاني. ايه؟ وقلت لها انك موت. بس بقى لا مؤاخذة. قالت لي انها هتستنى الجثة الساعة 5 في الليدو. سعيكم مشكور. البقية في حياتك. تشربي ويسكي؟ ليمون. ليمون من فضلك. بقى الحلاوة دي كلها كنت بقفل في وشها التليفون. وقح تقول ايه؟ هو انت بقى عصام اللي بيقولوا عليه؟ انا مش شايفه يعني ان فيك حاجه تشجع. قصدك سقطت في الامتحان؟ يعني الحمد لله يبقى لسه في امل. مش تقولي لي بقى اسمك ايه وانت مين ومين اللي بيكلموك عني؟ ما تحاولش تعرف عني اي حاجه. بذمتك ده عادي؟ انتي تعرفي عني كل حاجة وانا معرفش عنك اي حاجة. شايفك الان اكتر من اللازم. ما تنساش اني متجوزة. يبقى لازم مقابلاتنا بعد كده تكون في حتة هادية.
انت متصور اني هقابلك بعد كده؟ طبعا. انت باين عليك مغرور. احنا ممكن نتقابل عندي لحد يشوفنا ولا نشوف حد. انت بتحلم، نجوم السماء اقرب لك. تبي بقى ما بتثقيش فيا. هو انا مجنونه عشان اثق فيك؟ وكمان خايفه مني. انا اخاف منك؟ انت باين عليك مغرور قوي. برضه مش حاجه عندك. انك النهارده هتحل عني. انا قلت كده ليه؟ ما بشمش انت هتسوق في الرزاله؟ رزاله ايه بس يا عصام؟ احنا مش طول عمرنا اخوات يا حبيبي. انا النهارده ما اعرفكش يا ابني. لقمه هنيه تقضي مية. ما هي لو كانت لقمه. عارف حته بغاشة مرنج لسين، كل الاوصاف اللي بقالك شهر بتوصفها لي. حل حل، هي جايه لي اول مره البيت، ده انا حتى مش عارف اسمها ايه. وشربك ما هي جايه. هي هتجيب لي انبوب النوبلجين برضه مش هتيجي. دي طلعت عينك على بال ما خليتك تقابلها وتقف معاها على الرصيف زي التلامذه. مالكش دعوه. اشكرك اشكرك. خد 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 خد. قول لها اخويا في الرضاعه. شيل البتاع دي من على دماغك، عارفه انك زي الحصان. انا جبت لك بونبوري افيد لك من نوبالجين. لو ما كنتش فاهماني. هي دي الشقه اللي بتوصفه وبتحكوا عنها؟ مين اللي بيوصف؟ مين اللي بيحكي؟ ما فيهاش حاجه يعني. انت لسه على الباب. هو انت شفتي حاجه؟ شيل ايدك. انت فاكرني ايه؟ أنا جاي أزورك هنا زي أي واحد صاحبك ما بيجي لك. طب وأنت خفتي ليه؟ أنا كنت هشيل الفريول. هات يا شيخ هات. بس خلي بالك عليه لحسن، ده غالي قوي. حاضر. أمال فين المراية اللي مكتوب عليها اسمك بالروج؟ في الحمام مش كده؟ يبقى قول لصاحبتك تجيب لون هادي شويه. اتفضل. ويسكي؟ انت ما تعرفش ان في حاجه اسمها شامبانيا ولا ايه؟ تسعدي. عندك. وديني انزل. تنزلي وده معقول. تعالي نقعد في ركن السلطنه. تقليل الادب. والله العظيم ما قصدي، ده الممر الوحيد للركن السلطان. انت عمرك ما سمعت عن الركن الخصوصي بتاع السلطان عصام الدين الازهر؟ مش عاوزه تقعدي مع مسيو لاز؟ اقعد. ده انا جوزي راجع الساعة 6 الصبح. إلهي ما يرجع. اتعلم الأدب. يا اختي عليها وعلى لسانها الزفر. تقل أدبك هنزل. لا 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 لا. في صحتك. قلت لك عايزة شمبانيا. يا ستي هنزل أجيب لك شمبانيا ونشربها سوا. ده لو رجعت قبل ما انزل.
وده معقول تخبطي المشوار ده كله من غير ما نقعد سوا؟ على الاقل اعرف اسمك. اهو ده اللي عمرك ما هتعرف. للدرجه دي؟ مش ترضى عليك. موافق على كل شروطك يا شقي. هنزل اجيب لك الشمبانيا 5 دقايق بس. لو بقوا 6 هترجع ما تلاقينيش. حاضر. 10 دقايق بس. مستشفى الهلال. مستشفى الهلال. حادثة جامدة وربنا ستر. جوزة. جوزة راجع الساعة 6. خرجوني بسرعة. ممنوع يا فندي لسه الإشاعة. إشاعة؟ ومحضر البوليس. محضر البوليس. تليفون. خمسين 191. ألو. مساء الخير يا عمي. أمين موجود؟ مين؟ عصام؟ ما تقول صباح الخير. أمين طلع المطار. إزايك يا ابني؟ وحشني من زمان. أنا كنت عاوزك في حكاية كده. بعدين يا عمي، بعدين. المطار. يا نهار اسود. ليه يا ساكن؟ أرجوك آخر مرة اديني المطار من فضلك. كابتن أمين، كابتن أمين عاكف، تليفون علشان. ألو أمين. إيه يا ابني؟ إيه اللي مصحيك بدري؟ أنا عاوزك ضروري. أنا بكلمك من مستشفى الهلال. مستشفى الهلال؟ بتهبب إيه عندك؟ أرجوك اسمعني وبلاش لت. الله يخيبك، تقفل عليها باب الأوضة. أجي أخد المفاتيح إزاي؟ يا بني آدم، طيارتي هتقوم بعد 5 دقايق. واللي محبوسة في البيت دي؟ جوزها راجع الساعة 6، هعمل فيها إيه؟ ما تخافش أنا هتصرف. طيارة لندن توصل الساعة كام؟ بعد 10 دقايق. اسمك، سمير هيوصل بعد 10 دقايق، هكتب له ورقة يجي لك المستشفى. المهم أنت، أنت إزيك؟ زي الزفت،
بس خلي سمير يجي لي بسرعه. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحلتها رقم 303 القادمه من لندن. شكرا. كابتن سمير. صباح الخير. صباح النور. الحمد لله بالسلام. كابتن امين ساب لك رساله، اتفضل اديها. حاضر. اوبس، على مستشفى الهلال بسرعه لو سمحت. خير يا سمير بيه؟ لا مفيش، حادث بسيط لواحد صاحبي. توصلني لغايه المستشفى وتروح البيت عشان تطمن الست احسن تاني. حاضر. الباش مهندس عصام. ايوه اتفضل معاي. ابو سمره ينصر دينك. ما انت يا اخويا زي الجن اهو. هيعملوا لي اشعه ومحضر كمان. كان لازم شمبانيا يا راجل. ايه هيضيع لي الوقت في المحاضرات بتاعته. ونقيها متجوزه يا راجل. يا والله ما نقيتها. ثم ده اللي حصل يا سمير. توبه. قوم دلوقتي خد المفتاح من جيب جاكيتها والحق يفتح لها قبل ما يرجع جوزها. بسرعه يا سمير ارجوك. ايوه عندك هناك. يلا يا سمير. مفتاح الأوضة يا فالح. موجود في الباب من بره، بسرعة وحياة أبوك. حاضر. استناني يا اسطى، راجع معاك. عاوزاني اعرفكم ببعض عشان تبقى رسمي. والله ما حصل حاجه يا سمير. يا بنت الاكابر يا اصيله. انت فاهم غلط. فعلا كنت فاهم غلط. تاني 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 عندك يا اسطى. يا
طارق يا باشا، طارق جبتها من فين؟ اعز اصحابي. سمير، سمير. معقول يا أمين؟ معقول؟ سمير؟ سمير؟ تحت عربية؟ أنا مش قادر أصدق. محدش اتصل بي من اهله او من اهل مراته. انا لسه عارف زيك من الجورنال. مسكين ابوه. غريبه الاشاعات ماليه المطار. بيقولوا ايه؟ اصله قبل الحادثه كان مع المدير، كان بيطلب نقله بره. نقله ليه؟ المدير قال إن حالته كانت وحشة جدا، كان عصبي قوي زي ما يكون يائس. سمير يائس؟ مش ممكن. عصام، أنا حاسس إن في حاجة ورا الحادثة دي. قصدك إيه؟ مش عارف، مش عارف بالظبط، بس مؤكد عيلة مراته تعرف. اسمع يا عصام، احنا لازم نزور مراته. يعني أول مرة نشوف مراته نعزيها فيه؟ يمكن مراته تكون محتاجة لحاجة. هتخرج امتى؟ النهاردة. بس مش هقدر أروح. لازم نروح يا عصام، ده مش مجرد صاحب، ده أخونا. عصام، الإشاعات مظبوطة، ما ماتش في حادثة، أنا السبب، أنا السبب يا أمين.
بس والله والله ما كنت اعرف انها مراته. انا غبي، كنت لازم اخد بالي. كانت بتقولي حاجات محدش يعرفها غيري انا وانت وسمير. هي المسؤولة عن كل اللي حصل. كانت بتقابلك وهي عارفة انك صاحب جوزها. مجرمة. امين ارجوك نزلني هنا، عايز امشي لوحدي. الباشا منتظر حضرتك. شكرا. اي جبت بروفة الجورنال يا ابراهيم؟ ايوه يا فندم اتفضل. فضيحة الموسم. الخبر اترفع من الجورنال يا فندم، لحقته قبل الطبع. معرفتش مين اللي نشر الخبر ده؟ ولد صحفي اسمه اشرف البحيري. انا عايزك تفتح عينك كويس يا ابراهيم، مش عايز الخبر ده يتنشر في اي حته. من الجهاد اطمن يا فندم، بس انا شايف ان الطريقه الوحيده اللي نقدر نسكت بيها اي اشاعه ان الهانم الصغيره تتجوز عصام عبد الحميد. المطلوب وصل يا فندم. خليه يدخل. اتفضل. اتفضلوا. أنا متأسف على الطريقة اللي استدعيتك بيها لبيتي. أنا عاوز أعرف أنا مقبوض عليا ولا إيه؟ لو كنت عايز أقبض عليك
كنت رميتك في حتة ما تطلعش منها طول عمرك. لكن أنا استدعيتك هنا علشان نتفاهم. أنا مش فاهم. تفاهم كويس قوي. وإذا ما كنتش فاهم نفهمك. صحيح القانون بيبرأك، إنما أنت في الحقيقة المسؤول عن موت جوز بنتي. كل الشهود بيقولوا إنه كان ماشي مش داري، وبعضهم قال إنه رمى نفسه تحت العربية. في كلا الحالتين أنا بسمي ده انتحار. أظن أنت معايا مش كده؟ أنا مش ناقص حد يفكرني. يبقى متفقين، وكل اللي مطلوب منك إنك تصلح غلطتك. يا ريت. لكن سمير مات، انتحر الله يرحمه. لكن الفضيحة اللي انت عملتها لسه عايشة، ولازم انت اللي تصلحها. مش فاهم ساعتك عاوز ايه بالظبط. لازم تتجوز بنتي. اتجوز بنتك؟ انت اللي استدركتها. انا؟ انا؟ اسألها يا باشا، اسألها. انت انا؟ مين اللي كان بيطرد التاني؟ انت انا؟ حاول تمسك اعصابك. مديحة مش هنا، في العزبة. يبقى تروح لها العزبة يا باشا، واسألها، اسألها كويس، وإذا كانت محتاجة العريس نقل أخوري من هناك. عايز في حاجة يا سعادة الباشا؟ سيبه دلوقت، بعدين. هفوت عليك الصبح. بلاش، يمكن ما اقدرش انزل. اكلمك الاول في التليفون. تصبح على خير. وانت من اهله. ايه ده؟ اسم المتهم عصام عبد الحميد، محترف سياسة، سبق اعتقاله سنة 42 و46، له ملف كامل بإدارة البوليس السياسي تحت حرف ألف. تم ضبط مكنة رونيو بشقة المذكور، عدد من المنشورات للتوزيع، 6 زجاجات كوكتيل مولوتوف، مسدس كاتم للصوت، وقد تم القبض عليه بمعرفة البوليس السياسي. يا سافل يا نجم! يا ابدال! يا سافل! يا سافل! شمع باب الشقة. حركة يا جدعان، ما تفهموش. لما نصيبة واحدة واللي ما يقولش بيهروا بدلوا. سعيك النبي يا فندي، أنا غلبان. سيادتك وسعاده الباشا. اخرس، ما تجيبش سيره اسيادك. انا هعرف اربيك ازاي. كمل معاه. اسمك الحركي ايه؟ سمير. تدفع الشراك كام؟ ازازه شمبانيا. Thank you.
كابتن امين عاكف ما تبصش ناحيتي كاني مش معاك. عندي معلومات عن عصام. عرفنا انهم نقلوه المعتقل في الزيتون من اسبوع. مش هنقدر نتكلم هنا. قابلني قدام دار القضاء العالي. ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. بعدين هتعرف كل حاجه. المهم لازم يتجوز بنت عزمي باشا. مش ممكن يوافق. حتى لو عرف ان سمير اتقتل ما انتحرش. اتقتل؟ ايوه يا كابتن اتقتل. عزمي باشا هو اللي قتله. مش ممكن. ملوش مصلحه في كده. بالعكس له مصلحه. ومصلحه اكيده كمان. عزمي باشا عاوز يضمن ان سمير ما يشهرش ببنته. دول يبقوا مجرمين. سفله. هي تخون وابوها يقتله؟ ممكن يقتلوا عصام كمان. ارجوك يا كابتن امين تقنعه انه لازم يتجوزها عشان ينتهم لصاحبه ويريح ضميره. بلاش تجيب له سيره البلد والخدمه اللي ممكن يقدمها لو اتجوز بنت رئيس البوليس السياسي ودخل بيته واحد منها. وتفتكر هيخلوني اقابله؟ وانت رايح علق الدبوس ده في الكرافتة. هيسهل لك كل حاجة. بعدين هتعرف. بعدين. تأكد يا عصام الناس دول مجرمين مش بعيد يقتلوك زي ما قتلوا سمير. من ناحيتي انا ما يهمنيش. يعملوا اللي يعملوه. وما يهمكش انك تنتقم لسمير؟ قول يا مين. مين قالك على المعلومات دي؟ لغاية دلوقتي ما عرفهمش كويس. لكن هما مؤكد جماعة من الجماعات اللي مالية البلد واللي بتحارب البوظان اللي فيها. ويظهر ان دي العلامة بتاعتهم. كلمة السر اللي بينهم. إذا كانوا عارفين إن سمير اتقتل، ما بلغوش ليه؟ يبلغوا مين يا عصام؟ أنت بتنسى، إحنا لازم نفوق. لازم نشوف إحنا عايشين فين؟ في بلد ولا في غابة؟ في بيت ولا في سجن؟ في بلدنا ولا في بلد غيرنا؟ صحيح. بلد مين؟ اللي ماسكين الكرابيك ولا اللي بينضربوا بيها؟ كان لازم نحس بضربة الكرباج عشان نفوق. ولازم نفوق. معاك حق يا أمين. الشهر اللي قضيته هنا علمني كتير. شفت كتير. حاجات مش ممكن تصدقها. احنا كنا تافهين. انانيين. ما نعرفش غير نفسنا. يبقى لازم تتجوزها. عشان تنتقم منها. ومن ابوها. ومن كل النظام اللي حطينا في المصيدة اللي احنا فيها. وصلنا. ايه فوق؟ لو شافوك بالمنظر ده يقولوا ايه؟ خلاص يا سيدي نركب لهم الوش التاني. اوعى تكون لسه زعلان مني يا باشمهندس. اوعى تكون انت زعلان مني. لا ابدا. وبرضه حضرتك مع اني ما تشرفتش باسم سيادتك. الصاغ فريد مكرم. اهلا وسهلا تشرفنا. تعال يا باشمهندس. افندم. باشمهندس عصام عبد الحميد.
أصدقاء بنتي مديحة. تشرفنا. مش المفروض يا باشمهندس أول ما تيجي تبوس عروستك؟ الليلة دي بتاعتي أنا ومديحة. إحنا هنرتب هنقضيها إزاي؟ مش كده يا مديحة؟ وأول حاجة هنعملها هنقدم أصحابنا لبعض. يا أمين. اسمحي لي أقدم لك كابتن طيار أمين عاكف، صديقي الوحيد. تشرفنا يا فندم. مش تعرفيني بأصحابك بقى؟ نخلي التعارف لبعد كتب الكتاب. المعزول وصل. تفضلوا. تفضل يا أستاذ. يا باشمهندس. يا فندم. اسمح لي أقدم لك هدية. مش بعد كتب الكتاب؟ بس أنا شايف إنك نسيت تحط دبوس للكرافات. الحق المأذون قبل الباشا ما يغير رأيه ونخسر ممثل عظيم. هتفضل واقف كده على طول؟ سريرك فين؟ الأولاني. أنا عارفة إن في حاجات كتير عايز تعرفها. كنت تحب تعرفها من أول ليلة أنا مستعدة. أنا عارفة إن ده من حقك وده اللي أنا متوقعاه. أنت ما بتردش ليه؟ تفتكر هفضل أكلم نفسي طول الليل؟ مفيش داعي. أهلاً أمين، الحمد لله على السلامة. أهلاً عصام، إزيك؟ الحمد لله. جبت الكاميرا معاك؟ الشنطة. تعال، فريد مكرم اتصل بيا دلوقتي. في اجتماع بكرة الساعة 7. مين كان يصدق إن السلطان عصام الدين لاز أغا يبقى عضو في خلية وطنية؟ يا كان سمير معانا. سمير كان صاحبي زي ما هو صاحبي. لكن نحاول ننساه دلوقتي على الاقل. انت انساه هنا ولا انساه في البيت وجنبي مراته والسرير اللي كان بينام عليه؟ انت مش قادر تتصور ساعات ببقى هتجنن. اكتر نبطشياتي بخليها بالليل عشان اهرب منها وبرضه مش قادر. ده دورك يا عصام. كل واحد لازم يأدي دوره. وهأديه يا أمين. ما تخافش. ايه
ايه اللي خبيته في الدولاب ده؟ قمصان نوم لسهير ونوال. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز تجنني؟ لما انت مش طايقني اتجوزتني ليه؟ غريبة لغاية دلوقتي متعرفيش؟ عشان معرفش اطولك قبل الجواز. كل واحدة عرفتها جات لغاية عندي في الشقة الا انت. يا مجرم انت، مجرم سافل. ده سبب تاني، احنا الاتنين سفلة. لو دورتي على اتنين سفلة ليه والبعض زينا مش هتلاقي. انت اللي سافل لوحدك. يا حرام، مسكينة غلبانة مش كده؟ لا انت اللي مسكين غلبان، ما كنتش تعرف اني متجوزة. ما كنتش اعرف انك مرات صاحبي، فاهمة؟ تفرق ايه كوني مرات صاحبك او واحد معرفتك او واحد ما تعرفوش خالص؟ مش واحدة متجوزة وانت عارف انها متجوزة؟ تفرق ايه؟ تفرق ايه؟ انا عارفة انت اتجوزتني ليه، عشان خايف من بابا جبان ما قدرتش تقف قصاده. انا بقى اللي هريحك من الحمل التقيل اللي شايله فوق دماغك، وهنزل لبابا وهخليه يطلقني منك. اوعى تبني، اوعى، اوعى تبني. يا ريت ليها اخت، كنت جوزتها لواحد منكم. انا اسف اني تاخرت. لا مش قوي، اتفضل. مساء الخير. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بالعضو الجديد. اهلا اتفضل. مساء الخير. مساء النور. تتعرف بالمجموعه الاول، الباشمهندس عصام زميل جديد وفي موقع مفيد جدا بالنسبة لنا. أشرف البحيري. سبق شفنا بعض قبل كده، بس ما كنتش تعرف اسمه، وإنه صحفي ومتولي عملية النشر بالنسبة للمجموعة. الآنسة نهى، زميلة في شركة واتسون للتأمين، زي ما أنت في بيت عزم كده. لسطى محمود، أخصائي تقليد المفاتيح وفتح الخزائن. ولا مؤاخذة يعني. وطبعا أمين عاكف، الأفضل إنك تقدمه بنفسك. لخص اللي قلناه أشرف. ناهد بلغتنا إن مستر واتسون هيسافر بكرة، وده معناه إن هياخد كل المستندات اللي في خزنته. إحنا بنشك إن المستندات دي لها علاقة بحريق القاهرة، ولازم نحصل عليها قبل ما يسافر، يعني الليلة. أفتكر أنا كمان أقدر أصور المستندات اللي في خزنة الباشا الليلة. بلاش الليلة، الأسبوع الجاي في حفلة في السرايا، وعزمي باشا هيكون ضمن المدعوين، هيبقى عندك فرصة أكبر. نفس الفرصة موجودة الليلة، الباشا موجود في اسكندرية مش هيرجع قبل 2 صباحا. أنت متأكد؟ أيوه متأكد. يبقى اتفقنا يا جماعة، كابتن أمين أنت تتولى عملية واتسون، ومعاك الأنسة ناهد ولسطى محمود. وأنت يا عصام أوعك تكون نسيت رقم الخزنة. ودي حاجة تتنسي؟ خمس ستات. المهم تصور لنا كل حاجة في الخزنة، لأن مؤكد فيها كل المستندات الخطيرة اللي تخص السرايا، والخطط اللي ما يعرفهاش غير عزمي باشا شخصيا. مساء الخير. أنا مضطر أدبر اللي دي. ما تفرقش كتير، حبيت اقولك بس. وايه سبب الخبر السعيد ده؟ واحد صاحبي والدته توفت في بنا، يمكن ما اقدرش ارجع للادي. لو حبيت تزور حد من اصحابك، تروح السينما، خرجي لوحدي مش كده؟ اتفضل انت روح المشوار بتاعك. تحبي تيجي معايا؟ اول مرة اخرج فيها معاك، توديني ميتم؟ اقولك ايه بس، ما تقولش حاجة، أنا مش عايزة. اتفضل أنت. ده
بلاش يا ستي اروح، ابعت تلغراف كده. غريبه، مش عاوز اسيبك في البيت لوحدك. من امتى؟ متقولش انك قعدت مخصوص عشان ما انش عليك تسيبني لوحدي. عايزني انا اللي اقول لك كل حاجه. انا عارفه ان انا اللي غلطانه. يا ريتني كنت عرفتك قبل ما اعرف. بلاش يا مديح نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. نطلع فوق ننام يا حبيبتي. بعد قد ايه قلتها يا عصام؟ قولها لي كمان. أنا مظلومة طول عمري لوحدي. ماما ماتت من زمان والناس زي ما تكون بتخاف تزورنا، مش عارفة ليه. وبابا مش حاسس بيا أبدا، دايما يكلمني وهو مكشر، مش راضي ينسى أبدا إنه رئيس البوليس السياسي. كان نفسي أتجوز واحد زيه، لكن سمير واللي قبله كانوا ما كانوش حاجة أبدا. الدنيا برد هنا يا حبيبتي، تعالي نطلع فوق. نطلع فوق واحنا صافين. لازم تعرف مراتك بتحبك قد ايه. انا كمان بحبك. تعالي. مش يمكن البواب شكله؟ مش انت اللي بعت لاجي؟ حضرتك غلطانه في الشقه. مش ده الرابع؟ التالت. برضو
ابدا يا فندم، بس نسيت علبة سيجاري ونزلت اخدها. مديحة صاحية؟ لا نامت يا فندم. طب انا منتظر مكالمة تليفونية بعد ساعة. ما تيجي نلعب دور شطرنج؟ تحت امرك يا فندم. تعال. الرسائل المتبادلة بين المستر واتسون والصاغ إبراهيم سالم في تدبير حريق القاهرة. دول عاملين منشور عنك يا إبراهيم، كان لازم يطبعوا كتاب يسموه مغامرات إبراهيم سالم أو حكايات ضابط فاشل خايب. في حد عنده ذرة عقل يكتب رسائل زي دي بخط ايده تدينه وتودينا كلنا في داهيه؟ ده اللي اتعلمته مني طول المده اللي اشتغلتها معايا يا فندم. المنشور ده في منتهى الخطوره، لانه اتهام للسرايا اكتر ما هو اتهام للبوليس السياسي. انا رايح السرايا ابلغهم انك قدمت استقالتك، ودي الكذبه الوحيده اللي اقدر اقدمها لتلميذ من تلامذتي كارف كويس. اي خدمه يا فندم؟ حاول يا فريد تقنع ابراهيم انه يسيب البلد اليومين دول. حاضر يا فندم. واستناني في مكتبك. حاضر يا فندم. الو، الباشمهندس حسام موجود؟ محمود محجوب. دقيقة واحدة. محجوب بيع التليفون. ماشي. هاي هاي. طيب بس متأخرنيش قوي. مع السلامة. مين اللي كان بيكلمك يا عصام؟ ده زميلي في المطار عاوز يقابلني. هتخرج النهارده برضه؟ ما انت شايفه بعينيكي، ما كنتش ناوي بس. انا عارفه انت بتروح فين. قصدك ايه؟ ما تحاولش تخبي عليا، انا عارفه انت كل يوم بتروح فين. لازم ترد على التليفون من غير ما اشعر رفعت السماعه. حد يعرف ان الشقه لسه باسمك؟ ابدا. ده ممكن يكون كمين. معلش هنكمل اجتماعنا في حته ثانيه. احنا قلنا كل الكلام، المهم تصورنا المستندات اللي عند عزمي باسرع ما يمكن. الا بقى اذا اتمسكنا قبل ما تصورها. Thank you.
اتصلت بيا من نص ساعة. أنا عارفة أنت كنت مع مين. عارفة إني ما زدتش حاجة عن سهير ونوال اللي كنت معاهم. أنا ولا كنت مع سهير ولا نوال. ما تكذبش عليا. أمال ليه ما سبتش شقتك القديمة؟ أنت لسه فاهم إن السبب في انتحار سمير؟ أرجوكي بلاش السيرة دي. عصام أوعدني إنك مش هتسيبني أبدا يا عصام. قول لي إنك بتحبني. أنا عارفة إن في حاجات كتير واقفة بينا. صورتي القديمة والليلة المشؤومة وانتحار سمير. مديحة أرجوكي أرجوكي بلاش السيرة دي. ليه مش عايز تصدقني؟ مش ممكن أكون بالصورة اللي أنت واخدها عني دي. مش ممكن أكون أنا اللي رتبت كل اللي حصل وتسببت في انتحاره. مديحة سمير ما انتحرش. سمير اتقتل. اتقتل؟ مش ممكن. مين اللي قتله؟ مين اللي قتله؟ بلاش نتكلم في الموضوع ده. أرجوك أرجوك. تعال معايا يا فريد. هديلك مستند مهم توصله بكره الساعه 7 للسرايا. اطلع.
الظرف اللي حدهولك ده مهم جدا وسري جدا، لانه خاص بمجموعه من ضباط الجيش. مفهوم؟ امرك يا فندم. عايز يكون موجود عند رئيس الديوان الملكي الساعة 7 الصبح. حاضر يا فندم. اسمعوا يا جماعة، اسمعوا الطقطوقة دي. من واقع مذكرات عزمي باشا، الكوبليه الأولاني. 2 مارس 1950 استدعاني جلالة الملك ووجدته ثائرا على النائب رؤوف فهمي لاقترائه على مهاجمة السراي في البرلمان، ووعدت جلالته بالتصرف. المقطع الثاني، 9 مارس 1950، نشرت الجرائد اليوم خبر غرق النائب رؤوف فهمي في الطريق الزراعي، وقد توجهت في المساء للعزاء الفقيد نائبا عن السراي. نسمع اخر القصيدة بقى. 21 مارس 1950، صدر المرسوم الملكي بالإنعام علي برتبة البشوي، تقديرا لجهودي وكفاءتي وإخلاصي في خدمة السراي والوطن. والله ما خسر في حبل المشنقة، لكن بالي بالكوا يا جماعة، الجدع اللي صور المذكرات دي ما جابتوش ولاد، وما جاش معاكوا ليه؟ عنده نبطشية ليل الأسبوع ده، المفروض عصام ما يروحش بيت عزمي بعد كده. ليه؟ عزمي مش سهل وقطعا هيشك فيه، بس هروبه هيقدم لعزم الدليل على شكوكه. لكن دلوقتي ممكن يكون عصام، ممكن يكون واحد من الخدامين، او واحد من بره البيت خالص، في احتمالات كتير. لكن الجدع الالعبان ده مش ممكن يتبرأ من الكلام ده؟ ما يقدرش، المذكرات بخط ايده يا حاج. أقدر أعرف إيه المسخرة دي؟ لما مؤلف حقير يبعت كتاب خليع زي ده لرئيس البوليس السياسي، يبقى معنى كده يا فندية إنه بيتريق عليا، مش كده؟ الحقيقة يا فندم محدش يتصور إنهم يبعتوا بسعادتك كمان. يعني إيه؟ كلنا فوجئنا بنفس النسخ على مكاتبنا يا فندم. يعني عملوها مخصوص للبوليس السياسي علشان يعلمهم العيش؟ يا فندم ده مجرد الغلاف، جواه مذكرات سعادتك. طبعا ده كلام فارغ، دي مش مذكراتي ابدا، دي دسيسه. على كل حال اتفضلوا على مكاتبكم. استنى انت يا فريد. وصلوا جوا بيتي، مش وصلوا بس، قعدوا واستريحوا وقدروا يصوروا مذكراتي صفحة صفحة. تفتكر مين يقدر يعمل كده يا فريد؟ مين غير ألو؟ موجود يا معالي الباشا. معالي رئيس الديوان عايز يكلم سعد. الو، مساء الخير يا معالي الباشا. لا يا فندم، المساله انا احب اوضح لمعاليك يا فندم، الموضوع غير كده. امرك يا معالي الباشا. سرايا طلبت مني ان انا اقدم استقالتي.
يمكن بعضهم يعتقد اني مطرود مهزوم، لكن اعتقد اني انا عملت شيء. انا خلقت نظام للي بعد يعملوا بيه. سيبني شويه يا فريد. مطار القاهرة، اديني مكتب كبير المهندسين. الو، الباشمهندس عصام موجود؟ خرج يجرب طيارة. طب ارجوك اول ما يوصل بلغه يتصل بيا ضروري. انا عزمي باشا. شكرا. ثلاث مكالمات جم لحضرتك يا باشمهندس. واحدة لمؤاخذة من أشرف بيه، واتنين لمؤاخذة من الباشا عزمي. اقفل الباب وراك وانت خارج ولا مؤاخذة، وهات لنا اتنين. اتنين مظبوط، بن تقيل سكر مكتب. الو. ايوه يا عصام، انا اتصلت بيك ثلاث مرات النهارده. مديحة كانت عايزة تموت نفسها. تعالى لي البيت بس بسرعة أرجوك. ليه بتقول كده يا بابا؟ مديحة، قولي لي، أنت متأكدة إن جوزك بيحبك؟ حضرتك تقصد إيه؟ وأنت بتحبيه؟ أيوة يا بابا. حتى لو ثبت لك إنه دخل البيت ده وفي نيته الغدر؟ الغدر؟ ليه، هو حصل حاجة؟ حصل إن حضرته عامل وطني، اشتغل مع خلية من الصايعين، سرقوا المذكرات بتاعتي ونشروها، وبسببه طلبت مني السرايا إني أقدم استقالتي النهاردة. مش معقول، مش ممكن عصام يعمل كده. ده اللي حصل. عصام غدر بينا. أنا كان ممكن أخلص منه بره البيت، إنما أنا عملت حسابك أنت. عشان كده ما حبيتش أتصرف معاه قبل ما تسمعي اعترافاته بنفسك. ولما يعترف أنا عايزك تنسي إن جوزك. أي تنسي إن جوزك. ده خبر غريب أوي. في حاجات كتير ما كنتش قادر أقولها لك. كنت خايف لا تحس إني ضعفت. هنتظر منك مكالمة عند أشرف في الجورنال، لازم تطمني. اللي قلتها لك حصلت يا عصام. يعني ايه يا فندم؟ اقعد انا افهمك. عصام، انت في موقف في منتهى الخطوره. احنا تحت ايدنا ادله تؤكد انك مشترك في خليه سريه لمحاربه النظام في البلد، وانهم خلوك تصور مذكراتي علشان يستعملوها ضدي. مذكرات؟ خليه؟ انا؟ مش يجوز ضحكوا عليك باسم الوطنية والشعارات اللي طالعين فيها اليومين دول؟ انت يا باشا بتتكلم عن حاجات انا بعيد عنها خالص. عصام، متحاولش تنكر،
أنا بحاول أساعدك لأن التهمة ثابتة عليك. والمذكرات اللي طبعتوها فيها كل أسرار السرايا. تفتكر في علاقة بين طرد عزمي باشا وانتحار بنته؟ ما افتكرش. هي مش من النوع اللي ينتحر لأي سبب. كان لازم عصام يعرف إن الباشا انطرد قبل ما يتقابلوا سوا. عشان كده حاولت أتصل بيه أكتر من مرة. الوقت بيفوت وعصام ما اتصلش زي ما اتفقت معاه. الشخص الوحيد اللي ممكن يعرف لنا الحقيقة هو فريد. وفريد مش لاقينه. هي دي المشكلة. مشكلة إيه يا أشرف؟ عشان فريد مش موجود نسيب عصام في خطر؟ كل حاجة واضحة قدام عينينا وقاعدين إحنا الاتنين نستنى الحل من فريد. هتعمل إيه؟ هتصل بيه كأني بطمن على مراته. الباشا عارف صلتي بيه. قبل أي حاجة لازم نفكر. ممكن نضره وممكن عزمي يقتله زي ما قتل سمير. في ضرر أكتر من كده. عصام، احنا الاتنين بنواجه موقف في منتهى الصعوبة. انا لقيناها مذكراتي وانت لانك نشرتها وتسببت في الفضيحة. بس انت مركزك اسوأ من مركزي بكتير. انا يجوز يشيلوني من وظيفتي، انما انت فيها سجن مؤبد وربما إعدام. أنا متهيألي إنك عاوز توصل لحاجة يا باشا. بالظبط. شوف، بينا وبين بعض أنا معترف إن المذكرات دي بتاعتي، وبينا وبين بعض لازم تعترف إن أنت اللي سرقتها. بس يا باشا خلينا أكمل كلامي للآخر. لكن لما يسألوك لازم تقول لهم ان انت زورت المذكرات دي وان ملهاش اي اصل عندي. يعني سعادتك عاوز مني اعترافين، اعتراف باني سرقت واعتراف تاني باني زورت. اذا كان كده ولا كده انت التهمه لابساك. الامل الوحيد في انقاذك اني اثبت براءتي واسترد ثقه السرايا. بكده بس اقدر اساعدك واخلصك. صحيح هيقبض عليك وهتدخل السجن، انما ده سجن صوري. بالنسبه للاعتراف الاولاني واكد لك انه ده ما حصلش. بالنسبه للتاني انا مستعد انفذه لو ده في انقاذ الموقف. لكن للاسف يا باشا الكتاب صوره من خط ايدك. الو، مين بيتكلم؟ كابتن امين عاكف؟ عصام مش موجود. ليه عملت كده يا باشا؟ تفتكر يعني هفضل اترجاك طول الليل علشان تعترف؟ الراجل بيكذب، بيقول عصام لسه ما جاش وانا وصلت بنفسي. ده معناه انه بيدبر له حاجه. افهمني، عزمي بره السلطه، يعني مفيش خطوره منه. عزمي بقى اخطر من الاول. دلوقتي تلاقيه زي الحيوان المجروح عاوز يفترس اللي قدامه، ومفيش قدامه غير عصام. أمين، 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 امسك أعصابك. أمين أدخل. كابتن أمين عاكف يا سعادة الباشا. النبطشية اللي بره تستعد بسلاحها. أمرك يا باشا. ولا يطلع أضربوه في المليان. أهلا كابتن أمين عاكف. أهلا سعادة الباشا. أنا آسف اللي جيت في وقت غير مناسب. سمعت إن الهنة تعبانة فجيت أطمن. لا فيك الخير. تفضل. تفضل. العضو الثاني في الخلية شرف يا باشمهندس. خلية ايه يا سعادة الباشا؟ الباشا يا امين متصور اننا في خلية سرية وسرقنا مذكراته وطبعناها. انا مش متصور، انا متأكد وعندي الدليل. كشف بصماتك اللي كان على الخزنة يا باشمهندس. بصمات؟ بصمات ايه يا باشا؟ تعتقد ان لو فتحت خزنتك اسيب ورايا بصمات؟ امين، تفتكر اعمل ايه
وانا بفتح الخزنه بتاعت رئيس البوليس السياسي. كنت تلبس جوانتي طبعا. انا واثق ان انت معاه يا سافل. انت زودتها قوي يا باشا. عصام، وانا متاكد انك انت اللي سرقت المذكرات بتاعتي. انت تسببت في طردي من الخدمه بعد 35 سنه. صرصار زيك قدر يخدعني، خلاني تحت رحمه كلاب السرايا، مش عارف بيدبروا لي ايه النهارده علشان ينفذوه بكره. تفتكر هيدبروا لك ايه يا باشا؟ اكتر من انت عملته عصام، اكتر من حرق البلد، اكتر من عشرات اللي انت كل يوم ترميهم في السجن. يا باشا دي نهايه كل ظالم. اه يا سافل. وضع المجرمين دول انا هعرف ازاي اربيكم. اذا كنت في بيتي ما قدرتش اخد منكم اعتراف، فانا عندي تلامذه معلمهم ازاي وفين ياخدوا الاعترافات. امشي قدام. استلم الافنديه. الاثنين اعضاء في خليه سريه بتحارب نظام الدوله. في ادله يا باشا؟ ادله؟ احنا من امتى بنبحث عن ادله؟ انت هتفضل طول عمرك خايب. انا اسف يا باشا، انا جاي لماموريه محدده، عندي امر بالسرايا بالقبض عليك. أوضب شنطة هدومي اللي تشوف سعادتك. خلاص يا عصام، حققت كل اللي انت عايزه. مديحة، انا لما دخلت البيت ده يمكن كنت بكرهك، ودلوقتي دلوقتي بحبك. صدقيني. اللي حصل كان أكبر مني ومنك. أرجوك أرجوك يا مديحة سامحيني. أرجوك. مع السلامة يا عصام. مع السلامة. Thank you.
اجتماع النهارده الساعة 7:30.